أحب أشكر السودانيز ريسيرشرز فاونديشن للسستينبل ايفورتس اللي ار اكزيرتنج يعني فور ذا سودانيز ساينتفك كوميونيتي. الفورم ده يعني له فترة ما طويلة، لكن فيه نشاط كبير وفيه إمكانيات واعدة وفيه شباب يعني طموح جدا ومتعلم يعني شباب نشط. أشكرهم أولا على الفرصة دي، و يعني أعتقد إنهم بيعملوا في عمل كبير، عمل جبار لإدارة وتجهيز المنصة التعليمية دي. الريسيرش الأول اللي اتعمل والبريبريشن كلها والتحضيرات اللي اتعملت عشان نصل لأنه نحدد الحاجات محتاجين نقولها، ولأنه وهذا مجهود أولا يعني لا بد أن نثني عليه ونشكر عليه جدا. البرنامج طبعا هو مكون من 13 حلقة على ما أعتقد، و يعني البرنامج عموما حاليا يعني نحن الليلة بنتكلم عن القطاع بتاع المحاسبة، والبرنامج بدأ من يوم 18 وحيستمر إن شاء الله لغاية يوم مارس، في مارس يوم 2 مارس. أتمنى اليوم نطلع ب يعني حاجات مفيدة وفي يعني تفاعل كويس. أولا أقدم نفسي مرة ثانية، مع زكي نيت في المدرسة العمومية الإدارية جامعة الخرطوم 96، وهو عملت الفترة فاتت دي كلها بدون انقطاع الحمد لله في برا السودان وجوه السودان في انترناشونال كومبانيز، وما زلنا نعمل الحمد لله في مجال المحاسبة. ممكن نبدأ بعد كده الشير بالنسبة للماتيريال نتكلم عنها. اوكي صوتي مسموع ولا ما في زوز سامعني؟ الصوت مسموع ممتاز. اوكي اذا نبدا الشير بالنسبه للماتيريال. من الحاجات اللي كانتروداكشن يعني ان احنا كمحاسبين ودي من الاشياء اللي قاعدين نعاني منها حقيقه، الناس حيواجهوها وحيظلوا يواجهوها بشكل مستمر، اللي هو انت كمحاسب بيكون عندك وفرة عالية جدا من المعلومات بين يديك، وبيكون عندك قدرات على الوصول للمعلومات أكثر، و بحكم دراستك للعلوم الإدارية عموما ديفينيتلي مريت على قطاع الاقتصاد والإدارة والإحصاء، فالواحد حيشوف أشياء بالذات في الدول زي دولنا اللي هي الإدارات فيها ما علمية، فحتضطر يعني تشوف أشياء ما ترضيك أو تشعر بأنها ما المفروض تكون بحسب المعلومات المتاحة. طيب البرزنتيشن واضح كده؟ Is it shared؟ No, لسه ما اتشير يا استاذ. لسه ما اتشير، اوكي. طيب. كده اوكي. طيب. اوكي كده تمام. ايوه ممتاز، بس يا ريت تعمل لنا السلايد شو فول سكرين. اوكي كده لسه ما تعمل، لكن اتس اوكي، واضح. ممكن تواصل، ما في مشكله. نواصل فيه كده. طيب بس يا استاذ معاذ،
أي بس الفول سكرين بس من محل الزوم، بس الزر جنبه طوال يعني بيعمل الفول سكرين، ممكن تضغطه إن محل الزوم أوكي تحت. أي بس تحت جنب الزوم. استنى الشاشة كلها لك. بس الاتجاه تحت الشاشة، الجزء التحت الاتجاه اليمين. أيضا لأن الشاشة أصلا ذاتها كلها تقعد صغيرة. أيوة. عرفتها. ممكن تتجاوز يعني حتى مباشر، ما زين يكون يصير كثير. الشاشة دار كبير لأنه في إشكالية عندي في الجهاز هنا في تكبير الشاشة كلها أصلا بتاعت الزوم. طيب الناس الداخلين شكلهم يكبروا، هم يعني بيكبر لهم سهلة يعني، يعني ما في مشكلة. اوكي هسي هي كده واضحة تنشاف لكم؟ ايوه واضحة، واضحة جدا. اتفضل واصل. انا عملت لي سطح شير. اوكي الشيرين كده كده اوكي ممتاز. اتفضل. طيب تمام. از انتروداكشن، طبعا في الفترة اللي فاتت في مرت الكورونا، والكورونا كان عندها اثر على جزء كبير من الصناعات وجزء كبير من العلوم. فالبانديميك يعني has taught us that the ability to learn and adapt is a vital job growth. فto manage the career بتاعت الاكاونتنج and to take steps in advance، تحديدا في الفترة الأخيرة أصبح الجوب being done online. فبيجي من المهم بالنسبة لأي professional especially يعني especially accountant to obtain skills additional skills. نحن طبعا المين إيشو إنه close the gap between the academic knowledge و life working life issues. طيب عندنا what skills are most valuable for the accountant in such a marketplace. ف demand in demand of accounting skills actually it's vary by a specific job title. Of course يعني في some technical skills should be obtained which can help to advance the job search. هنشتغل في مجموعة بتاعت نقاط. Definitely نمرة واحدة اللي هي specialized experience أو ال basic knowledge that accountant has to obtain. Accountant professional يعني may already have the technical expertise to do the job. Also accounting certifications are very important to for more opportunities to get trade training also as well for more to be more marketable as a job candidate and more valuable as a team member. That said on the job experience is often the best way to learn for a skill. Any skill you learn at the university need to experience it. You need to test it. You need to go through it
so as to modify or to learn more. If you want to advance in your career, also you really need to demonstrate other qualities. These skills for accountants that are essential to any success. فالواحد definitely accountant is going to يعني join either a company or public sector, whatever they are. You need to know what they are expecting from the accountant to do. Generally, the any firm you are working on is expecting you to be able to prepare financial statements. It is the first technical skill that you need to have. Of course, you had it in at the university, but need to practice it. The ability to prepare financial statement, يعني specify the organization's transaction, economic position, the main or the three basic financial statements like income statements, cash flow statements, balance sheet. So should be there. This knowledge shall be there. Of course, I believe anyone graduated for a respected university should obtain that knowledge. Also the accurate data analysis skills. Because we are actually we are living in a world of huge data. There are no more few data or simple data. أو ممكن نقول يعني ما ممكن نمارس المحاسبة بالدفتر 32 خانة. ده وأنا كنت في التريننج اشتغلنا في دفتر زي 32 خانة كبير كده. كلام ده is no more practical. فالداتا analysis skill is quite important. فالفاينانشال داتا يعني critical for enhanced collaboration, effective accountants work with data to contribute to an organization decision making process and to ensure it is success. Of course, an accountant also accurately analyze the financial data, can extract relevant and useful information. They can understand, classify, summarize information and make easy accessible to others. Data analysis skills يعني help accountants to observe the patterns, records, as well as possible errors that require attention. Now يعني nowadays, no accountant, you can name him as accountant if he cannot analyze that. Is so you have to learn also any software or any technique that help data analysis. Of course, the data analysis science like statistics and other techniques. Understanding the accounting principles. This is basic issues like GAAP, like a general accepted accounting principles or IFRS. Of course, when you are graduated, you should have this knowledge. الحاجة الأخيرة هنا, time management. Always, any information required from the accountant, they will tell you it is urgent. But you have to manage your manager. You have to know how to manage your manager. So it needs some techniques. We will speak about it further, about how to prepare yourself and how to make things easy for you and how to manage your time, because time management is important. يعني مهما كان software اللي بتشتغل بيه sophisticated, لكن دائما انت بتحتاج لزمن عشان تطلع المعلومات, تصنفها, تجدولها, تاخذها في طريقه مفهومه للاداره. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه,
المطلوبه من المحاسب غير يعني الكور نوليدج بتاعت الاكاونتنج you have to have the ability to use an accounting software. يعني ما في محاسب برضو الان بدون the ability to use an accounting software. فيعني aside from the book records, modern organization uses an accounting software to represent the financial data. The programs make it easier يعني to understand the information, to reach to accurate calculation, وبرضو بتساعد في the verification, the snap verification while you are working, you can verify the records you are entering. For now, hiring accountants with the ability to use an accounting software helps to conserve resources and time spent sorting through books. فالsoftwares now يعني تنوعة كلها بنحصر تحت الـ ERP أو اللي هو price resources planning. في ناس كتار بيكونوا تعرضوا لها وشافوها زي الـ SAP, Oracle, Picor, Sun لها برامج بتاعت محاسبة. Nowadays we are working in the integrated systems. يعني it's not only an accounting system. The system shall be integrated with different departments. يعني في accounting you start to be integrated with the HR, with operation, the marketing, all these activities الموجودة في الفيرما اللي بتشتغل فيها. The system shall be integrated with it so as to retrieve the data and work with it, then process and get out some reports. For two major issues, the major accounting knowledge and ability to use accounting software. Then number واحد بالنسبة لأي واحد يشتغل. الأولى أنا يعني بعتقد جاز منه الخريجين أوكي فيها. لكن الأكاونتينج سوفتوير صراحة تحديدا للناس اللي جوا السودان يعني ما متاح كثير. الناس اللي بيجين برا السودان ممكن تكون فرصته اكبر طبعا انه الشركات حاليا في السودان تستخدم انظمه محترمه هي شركات بسيطه ما كثير ما متاح للجميع غير الانفراستراكشر بتاعت السودان التكنيكال انفراستراكشر يعني واحد النت ضعيف والمشاكل بتاعت الكوميونيكيشن ما بتخلي الناس يقدروا تقراس بالإنفورميشن دي. أما الناس خارج السودان أعتقد عندهم فرصة أوسع من الناس جوا السودان. طيب الأكاونت سوفتوير ذاته هو بيتكون من شنو؟ الأكاونتينج هو الكومبوننت بتاعت السيستم يعني ده السنجل بارت بيكون بيساعد الأوفرول سيستم توجيزر الإنفورميشن فاينانشال إنفورميشن إنه يترجمها ليه useful information and communicate it with decision makers. والcommunication ده هنتكلم عنه اللي قدام وده حتة مهمة شديد. Okay, you can think also يعني in accounting system in terms of how to relate to accounting cycle. إن فهمك للaccounting cycle تعرف الصلة بتاعت الaccounting system وهو كيف بيشتغل. واحد بيحب المحاسبين اللي بيخشوا behind the system يعرفوا الميكانيزم بتاعت الترانزاكشنز بتتم كيف في السيستم لانه دي بتخليهم يقدروا يحلوا المشاكل لما تحصل والمشاكل قاعده تحصل. ففي 5 main components للاكاونتنج سيستم. الكومبوننت الاول اللي هو السورس دوكيومنت. فالسورس دوكيومنت ده الدوكيومنت ذات تراك البيزنس ترانزاكشن. This document يعني are created as a written record of a deal being made or transaction taken place. Documents يعني زي ال invoice, the purchase order, زي ال receipts, دي كلها a source documents. فدي اللي حنعمل ليها input داخل السيستم. وال أنا حمشي سريع في النقطة دي لأنه أكيد جزء كبير من الناس قاعد عارفين الحاجة دي. فالinput system في عنده devices يعني. الinput devices ممكن تكون سكانر ممكن تكون الكيبورد. المانيوال انبوت دي كلها بيكون خلال الجهاز جهاز الكمبيوتر. وفي احيانا سوفت وير بتشتغل في الحته دي.
بعد المعلومات تخش بيحصل لها بروسيسنج طبعا كما هو. يعني بروسيسر الانفورميشن بروسيسر بياخذ الرو داتا from the input devices and post it to ledger or journals and reports. البروسيسور لايك الكمبيوتر يعني السوفت وير والبروجرام اللي بتشتغل عليه دي، فبتدخل لها كل البيانات بالطريقه السليمه، فهي بتطلع لك التقارير المختلفه. الحاجه طبعا الاساسيه برضو المهمه اللي هو الستورج اريا، لازم الانفورميشن تو بي ستورج بطريقه كويسه. فالكومبوننتس السيستم بتاع الستور هو السيرفرز واحيانا الكلاود واحيانا الكمبيوتر ذاتها في حد نفسها. والمهم في الحته دي نتكلم عنه لابد منه الباك اب. الباك اب سيستم مهم بالنسبه لك كمحاسب، حتى لو الناس الاي تي كويسين والسيستم كويس انت لازم تعرف تعمل لك باك اب. الاوتبوت ديفايسز زي البرينترز زي البرينترز زي different يعني device for output. الحاجة الثالثة المنجية اللي هي general business knowledge. يلا هنا نحب نبدأ نخش في الحياة العملية شوية. طلعنا هسم الحتة بتاعت المعرفة بتاعت المحاسبة والsoftware ability to use، نجي للgeneral business knowledge. The scope of accounting position has been expanding over time, especially in the recent years. In particular, accounting professionals must collaborate with the other departments. ودي الإشكالية الحقيقية بتاعتنا، بتاعت إنه حنا نقول إشكالية، لكن ده التحدي اللي قدامك، إنك أنت حتتعامل مع other departments, other professionals. ف you have to know what other teams do to make a relationship work. فالجنرال بيزنس نوليدج انت تخش تعرف المنشأة تشتغل في شنو، ولازم تبتين some of the technical knowledge سواء كان انت شغال في مصنع بتاع دواء او شركة بتاع البترول، شغال في مصنع بتاع صابون او شغال في مدرسة او في مستشفى، لازم تعرف التكنيكال البيزك تكنيكال ايشوز. طبعا المفروض عادة في الشركات المحترمة الواحد بياخدها اول ما يخش بيعمل له اورينتيشن، فبتعرف الحاجات دي. يعني احنا في الاويل اندستري لما نخش عندنا اورينتيشن فبنعرف كل التكنيكال ايشوز الاساسيه بتاعت الاكسبلوريشن برودكشن ترانسبورتيشن بتاع الاويل. فده اللي قدام هيفيدك تماما وهيخليك محاسب مختلف من الباقيين. اما الاكاونتنت بس ماسك في الفواتير اللي قدامه وبيشتغل البيبر ويرك، فده ديفينتلي هيكميت ميستيكس. فالاكاونتنج بروفيشنالز البروسيسز السترونج بزنس اكيومن كان هيلب تو ديفلوب استراتيجي. يعني اتبع ذاك في اشياء مثلا كثيره، نحن مثلا زي الكوست الوكيشن. كوست الوكيشن ما في زول بيقول لك انت حتعمل كيف، لكن هاف ذا جنرال ايديا، ذن هاو تو الوكيت الكوست، ذن يو هاف تو اندرستاند ذا اندستري، اذروايز يو ويل الوكيت ات رونجلي. ف ديفينيتلي الواحد لما يجي لازم يعرف الصناعة دي بتشتغل في شنو ومشاكلها شنو و how to translate the technical issues into financial terms. الحاجة دي يعني واجهتنا كتير، لكن لولا انه الواحد كان business knowledge كان حتكون اشكالية كبيرة. فده better يعني you understand the overall business and how you and your team fit into the big picture, the more productive your relations outside you it will be. فلازم تعمل النتورك حقتك، تيجي تعمل النتورك بتاعتك. انت قاعد مثلا account في الاكونتس بيبل، لازم تعرف السبورت سيرفيس مانجر وتعرف التكنيكال مانجر والاوبريشن مانجر، تعرف بتاع البروجكت المستندات وتعرف بتاع سي ار هيجيبك البيرول، وتعرف ليش اي سي الناس الهيلث سيف انفيرمنت ليك الطلبات وغيره، وتفهم الحاجات دي كلها عشان تقدر بعدين تتعامل معها. Definitely number four حيكون الـ up-to-date technology expertise. يعني with the advancement في software with cloud with computing and automation, accountants are working with a new technology all the time.
You will want to gain familiarity and even enhance your expertise with the specific software and tools accounting leaders are working for, looking for. من الحاجات المهمة برضو الـ Advanced Exit دي حنفرد ليها سيشن في آخر الحلقة دي. الـ Exit بالنسبة لنا هي حاجة لا يمكن الاستغناء عنها. حنتكلم عنه باستفاضة بعدين. الـ Enterprise Source Planning اللي هو ERP التكنولوجيا الجديدة اللي هي الـ Integrated Systems في الـ Big Data Analysis في الـ Advanced Modeling Technique زي الـ SQL في حاجات المفروض زول يعرفها. البيزنس انتليجنس ما معناته انه تمشي في مجال الاي تي شديد. في اكاونتنس انا شفته مشوا تماما في مجال الاي تي بسبب they have been drifted, يعني هم دخلوا في الحاجات دي و they have been drifted ومشوا, خلوا الناس ومشوا في مجال البرمجه. وانا تعاملت مع صينيين برمجيهم في الاساس كانوا اكاونتنس, عشان كده كانوا من افضل الامور يعني. الفيجوال بيزك مهم بالنسبة لنا. الهايبريون ده سيستم حاليا بيشتغل مع الأوراكل. فالفيجوال بيزك سكيلز مهمة, لأنه تاني برجعك للإكسل, يعني الإكسل في كومبينيشن بينه مع الفيجوال بيزك مع ماكرو عنده فانكشنز كتير جدا بتساعد كتير. الكويك بوكس اللي هو ده ستيل نحن نتكلم برضو سوفتوير ناس بيستعملوه. يعني if you want to advance in your current position فما في مشكلة الواحد يسأل المدير بتاعه, يعني professional development بتاع الكمباني support, يعني تساعدك الـ training programs ممكن الزول يطلب training programs تساعده بالحاجة دي. فالـ up-to-date technology مهمة مش في الاكاونتينج بس, حتى في الاندستري اللي انت شغال فيها, لانه اذا انت شغال في مثلا مصنع بتاع ادويه في اختراع جديد او في طريقه جديده للتغليف او غيره have to understand. الكوميونيكيشن سكيلز بالنسبه للاكاونتنت في رايي واحده من اهم السكيلز انه الاكاونتنت كويس تانيت. ف effective communication is very required. ف you have to, to build زي ما قلت قبل شوية a network as a technical employee and to open channels. ايش نوع channels دي؟ مش انك تفهم بس, برضو channels دي بتجيب لك المعلومات either formal or even if informal informal يعني. ف انت محتاج تحافظ على تدفق المعلومات لك. طبعا في بعض الوظائف بعض الناس بتلقاهم بيحتكروا المعلومات او بيحاولوا تشير ات اول اي سبب من الاسباب, لكن انت لازم تعرف تو جيت الفورمال والانفورم, يعني ممكن من خلال ونسى فطور كده ممكن ممكن تعرف حاجات كثيره جدا. الحاجات دي مهمه وتساعدك. والتكنيكال نولج هنا برضو قاعد تساعد في حاجات كثيرة, في مشاكل كثيرة يعني احنا واجهناها. يعني as example مثلا احنا في الويل المصري عندنا المعادلة بتاع ويل موفمنت, ويل بيتحرك من حتة لحتة, ففي في المسار كله في equation بتاع input output storage وكده. فالحاجة دي انا كانت اول ما بدا الشغل كانت سببت لي مشكله كبيره, انا لقيت في اويل لوسز عاليه جدا جدا ما مبرره, وتواصلت مع التكنيكال قالوا لي لا ما عندنا اي ليكج, ما في اي مشكله بتاعه فواجد. شفت التكنيكال لوس لقيته قليل جدا مقارنه بالحاجات اللي بتتفقد. فبعد كده بديت اشوف فتش يعني في البوينتس بتاعه القياس, فاكتشفت انه في يعني المعيار بتاع القياس ما موحد لأسباب فنية, إنه الجوجيز ولا الميترينج المخطوط في الخط الأنابيب على مسافة 1400 كيلو في كل حتة بيقيس بمعيار مختلف, ديفينتلي حيديني قياسات مختلفة. طيب على المفروض حيتصلح التكنيكال
راح يصلحوه قريب ده. ففي الحاله دي الواحد اضطر انه بعد ما عرف المعلومات كلها اشوف اكثر نقطه اكيوريت ابدا اقيس فيها هي، واعمل باكورد كالكوليشن للسيستم كده الواحد اتخلص من المشكله يعني. دي واحده من الحاجات اللي كانت بتسبب مشكله كبيره جدا جدا، لانه الاويل ده بيطلع وانت بتحسب الانتاج من بتاعه لكل فرص، فالفاقد ده هيتحمله، فلا بد يعني الواحد يجستيفاي يعني شنو. فالكوميونيكيشن مع ديبارتمنتس مع الجفرمنت ايجنسيز كلها مهمه، مع الانترناشونال كوميونتي. المحاسب لازم تواصل، ما ممكن طيب في الادابتابيليتي اند فلكسبيليتي نمره 6، دي واحده من اهم السكيلز يعني key driver for this trend is technological change. As far as there is advancing technology, you have to adapt yourself, you have to be flexible. في حاجات بيساعدك، يظهر مثلا artificial intelligence بتلقاه بيساعدك جدا في في models ممكن تخليها انت بنفسك، وبتساعدك برضو كثير في عملياتك المحاسبيه. leadership abilities، أو القدرة على القيادة أو القدرات القيادية. ف يعني المانجرز دائما يعني بيخطوا عينه على الناس أثناء ما زول مش كمحاسب في شركة، تأكد إنه حيبدو يصنف في الناس، والمانجرز بيعانوا المحاسبين لأنه هم ديل الانفورميشن بايدرز، وكيف هم بيقدروا يوصلوا المعلومة، مدى القدرة على فهم الوضع والريسبونس للcritical issues critical situations. فدي حاجات بتميز بعد كده واحد من الثاني، ففي جزء حيكون كبير في جزء حيمشي لقدام. فالمقدرات القيادية high response هي واحدة من الحاجات المهمة حاسب عشان يقدم باستمرار. الكريتيكال ثينكينج سوري دي الاكاونتنت ويل نيد فيري 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 ماتش، لانه الكريتيكال ايشوز ويل ريز اولويز، فالاكاونتنت ويل هاف تو فيس ا فاريتي اوف تشالنج كونديشنز في الكورس اوف ذا ورك. الكريتيكال ثينكينج يعني ذا ابيليتي تو كونسيدر سوتش بروبلمز فروم ديفرنت بوينتس اوف فيو and come up with the effective solution. والحاجة دي هيطلبوها منكم. Sorry. الصوت اختفى يا أستاذ معاذ. أوكي سوري كده أوكي أيوة كده تمام. فالأكاونتنت with the critical thinking skills يعني pay attention for the details، والحاجة دي بتوفر على الـ organization يعني تكاليف كبيرة، وبتوفر على الزول نفسه لأنه هو بيكتشف أشياء قبل ما تطلع. فالcritical thinking key issue for the accountant. الintegrity أي زول بيشتغل في الفيلد بتاعنا ده، هو طبعا في أي فيلد الintegrity هو، لكن الissue هنا إنه الaccountant بيتعرضوا ل يعني امتحانات كبيرة، فالaccountant يعني مصدر يعني trustworthy enough يعني to handle financial information efficiently.
لانه الفاينانشال انفورميشن عندي دي الفاونديشن بتاع السكسس. فالفاينانشال اكاونتنت يعني شود كيب هيز انتجريتي فيري كلين. بتجي مواقف فيها ضغط وفيها يعني هاي بريشر، فيها تيارات متعدده، الحاجه الوحيده اللي بتمرق الزول الانتجريتي بتاعته انه يعني تو كيب هيز بوزيشن persistently و very strong و يعني الحاجة دي بتمر على المحاسبون كثير. وبيكون في أحيانا حتى ولو يعني أنت بتشعر إنه قد تفقد وظيفتك، لكن definitely الانتجريتي يعني بتجيك بثمارة زي ما هسا بعد شوية وما حطول كثير. فأي محاسب أو أي زول طبعا ذات انتجريتي ما مرغوب فيه، لكن من التجارب يعني في كثير من الشخصيات بتتصاخر بسبب الحاجة دي، بسبب الضعف. فالانتجريتي ديفينيتلي مربوطة بحاجتين، مربوطة بأنه يكون عندك البيزك نوليدج ممتازة، والحاجة الثانية طبعا المورال باك جراوند. مع الحاجات دي كلها بنجي تاني للريزيلينس، أو اللي هي دي عن الباشن تو for performing at the best يعني one of the qualities for the financial accountants. They are willing to spend the necessary time to ensure that there is the report are of a professional standard and free from errors. For resilience and hard work make accountant more efficient. Resilience يعني is keeping up with the financial principles, standards, and concepts. Versatile and trustworthy with these skills, then you can handle the delicate information according to your standards. الجمود مشكلة. من المهم جدا يعني you have to understand the decision maker situation, the decision maker requirements. لأن دي مهمتنا الأساسية إنه to provide information for the decision making. It is very يعني important to be flexible, the ability to provide information in different ways. But of course, it is of facts. ممكن نأخذ لنا بريك صغير 5 دقائق. اوكي ممكن يعني يا استاذ. اوكي اديتكم شويه. ممكن تجهزوا اسئلتكم يا شباب في البريك ده. السلام عليكم مره ثانيه. مرحبا. مرحبا بك أستاذ معاذ. مرحبا بك. نواصي. طيب. عليك. عليك أستاذ. الواحد حابب إنه السيشن ما يكون مقبل، ما يكون طويل. لأنه يعني هم ما طلاب، ناس already graduated، ناس محتاجين يعني ما محتاجين زول يدرسون، يعني محتاجين ما محتاجين زول to teach them، لكن just to open يعني some areas. أتمنى يعني من الأسئلة بعد ذاك أديها فرصة أكبر، عشان أنا بتوقع دي بتكون فيها النقاش أكبر من الـ من الـ presentation. طيب بعد البريك الحاجة الأساسية اللي أنا أركز عليها اللي هو السكيلز بتاعت الإكسل. الإكسل skills. أنا ما في حاجة أعتقد إنه لفعتني زي الـ skills. يعني whatever software you have يعني regardless of degree of sophistication you have to have your backup system. الـ Excel يعني يمكن نتعلم منه حاجات جديدة.
فهو غير محدود وممكن يعمل حاجات مذهلة ما تقدر تتخيلها، وأحيانا حاجات من الصعب إنه الناس يشتغلوها بالأوراكل أو بغيره. وهي بتعمل لك فيريفيكيشن وبتساعد الزول في إنه دائما السيستم بتاعك أنت محتاج تكون خدت عينك عليه عارف إنه كان يغلط في غيرك، يعني اللي كنت ما من اعتبارك من السنين تحصل حاجات كثيرة غلط، فلازم في ability to verify. الحاجة الكويسة إنه كل الأنظمة دي تقريبا كلها عندها الability to export to Excel، وبتكون هي داتا أحيانا الإكسل الواحد ما بشيله يشيل في أكثر من واحد. بعد ذلك تستخدم الإكسل skills for analyzing for validation for verification، الواحد بيعمل تامبليت تحطها بجنبه كده تجي financial period الواحد بيعمل ليها رن مع بعض كده حاجاتك بتكون اوكي. الحاجة الثانية لأنه الـ requirements بتاعت الـ top managers ما static، يعني هو بيطلب حاجة مختلفة وزاوية مختلفة، فما في software بيقدر يلبي كل الاحتياجات. حتى الـ sophisticated softwares اللي هي فيها tailored report برضو ما بتقدر تكفي لك، يعني في الأنظمة الكويسة فيها static report. static report ده بيكون generated automatically بشكل ثابت أساسي، وفي التيلرد ريبورت اللي هو أنت بتخش على البارامترز وبتغيرها حسب الحوجة بتاعتك، التوقيت، الداتا، شكلها كده، وتعرضها بأشياء بطريقة مختلفة. ففي سوفتويرز حلوة يعني بتعمل الحاجات دي، لكن in addition to that أحيانا بتجيك requirements حتى التيلر ريبورت you cannot it cannot help you. ف يعني في بيقول أسي 96% من الامريكان كومبانيز كونسيدر الاكسل يعني فايتال اكاونتنج، وطبعا ممكن يستخدموا ناس كتار جدا الاكاونتنج، بس المهندسين الاحصائيين ممكن يستخدموا بفعاليه، لكن المحاسبين لانه هم اكثر ناس بيتعاملوا مع الداتا فاكثر ناس بيحتاجوا لهم. فالباقي سيشن انا بتكلم عن الاكسل لانه يعني انا بدونه هسه ما بشتغل صراحه، مفيد بشكل ما طبيعي. الإمكانيات اللي فيه هائلة يعني ما حاجة بسيطة، فالناس ما يتعاملوا معه ببساطة وما يأخذوه بالشكل قدامنا ده. في وسائل تعليمية كثيرة للإكسل، لكن الوسيلة التعليمية الأساسية هي البراكتس. ممكن تتعلم وتعرف المعادلات بتتعامل كيف، لكن لو لقيت داتا انت كنت مضغوط والداتا تقدر تولدها وتطلع منها حاجات تقدر تستفيد من معلومات اللي بتاخذها من الاكسل. فالاكسل برضه دي واحده من اشكالياته انه يعني بيديك لما انت تحتاج، لما تكون انت عندك اشكاليات وتقدر تحلها بالاكسل، الاكسل بيساعدك في حلها وانت بتمشي وبتجود المجال ده. لكن تتعلم كل الحاجات وتقول انا اطبقها كلها يعني تكون سريع. ف يعني اكسل يعني is very important if you have يعني slight attachment للفاينانس، او يعني بتشتغل اي شغل فاينانس او غيره مهم جدا للإكسل. فانا بعد خبره طويله يعني في الشركات وجزء كبير منها كان يعني بشتغل في انه امبلمنتيشن ل ERP systems وكده، لكن استيل الإكسل بالنسبه لي حاجه ما بتفارق السطح المكتبي. So I think there are يعني three important يعني themes readers should يعني take it away. يعني إنه في there will be always more، يعني قدر ما أنت بتستخدم الإكسل تأكد إنه في حاجة أحسن، يعني في إمكانيات لسه أنت ما وصلت لها. ال work faster by using shortcuts دي حاجة مهمة جدا، will save time. تدي يعني دقة أكثر. الحاجة الثالثة يعني مهما كان السوفتوير زي ما قلت لكم الإكسل ده حاجة يمرق معنا. في بعض الإكسل سكيلز هنستعرضها بشكل سريع كده. هي أنا في رأيي أساسية، يعني أي محاسب لازم يتحصل على الحاجات دي، وبعدك تاني في حاجات تانية يعني.
فالسبريد شيت اكسسبيليتي جنرال اند نمبر فورماتنج. فالكستم فورماتنج يعني از اسينشال يعني اف يو وونت تو others to understand the model يعني you are working يعني الحاجة الثانية يعني as a result of the critical to pay attention to to the presentation of colors كده لكلها you can assign colors to specific cells ممكن represent some meanings. أحيانا الألوان بنشتغل بها عشان مباشرة توريك حاجة دي شنو في البيرول شيت في حاجات كثيرة يعني any impact this may have on the salary يعني أي حاجة ممكن تأثر لها في مهيئة زول تأثر في حقوق الخدمة تأثر في الانشورة تأثر حاجات كثيرة الحاجات دي بسيطة يعني يعني هي مهارات بسيطة في الإكسل لكن have a huge impact on how will you الحاجة الثانية الـ VLOOKUP والـ HLOOKUP ديل مهمات جدا لأنه الـ VLOOKUP makes it simple to find the data يعني for example you might want to find all entries يعني that are related to certain مثلا number in order to prepare مثلا HR report employee مثلا أو as long as is unique also can use it الـ VLOOKUP can find even more إنت لما تخش في الـ VLOOKUP والـ HLOOKUP حتلقى إنه إنت بتقدر في شيت فيها حجم كبير جدا من الداتا ممكن إنت تجيبه وتصنفه وتجيب الحاجة الدائرة منها بكل سهولة الـ Pivot Table والـ Pivot Column دي في الـ New Version في الـ Excel include sophisticated pivot table حاليا enable the users to simplify analyze the complex data manipulation the pivot table even interactive يعني allow users to detect the trends compare the data ممكن تعمل لكم صحيح the pivot table or the options في الداتا مينيو يعني direct you to a wizard there you can select the data for a pivot chart and easily format it فال pivot pivot table the pivot column عندها مهام لو دخلنا على المحاسبة أكتب برضو في audit auditing formulas جاهزة to get يعني عشان تستفيد منه كانيات الإكسل you no longer need يعني to be calculus wise يعني ما تكون يعني لأن الفورمولا بتاعت الأوديتينج toolbar provide quick access للإيرورز تعمل checking للإيرورز function وفي في 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 شيت وفي يعني كومبلكس ما عليك طلع لك الايروس اللي تداير حسب البارامترز بكل الطلعه even if you are working with smaller worksheet you can speed up يعني the process of creating and auditing your formulas significantly الفورمولا بتاعه الاوديت تول بار كان بي اوس فاوند في الفورم بتاع فوق you can select from number of options formula execution tracing error hunting يعني عندها الاوديت فورمولاز عندها امكانيات كبيره الداتا فاليديشن من الحاجات المهمه لانه ذس فانكشن يعني هيوج تايم سيفر يوفر لك زمن كبير جدا with a variety of data types using a data validation ensures that a user immediately understand the data type of a cell اليوزر also يعني sorry no wizard يعني or not the cell can hold anything
فإذا الداتا ما properly validated فالايرور مسج يعني appear طوالي بالنسبة لك، بتوضح لك إنه في issue في الفاليديشن هنا. ال what if analysis دي عدلات السيناريو مانجر يعني الاكسل also can also analyze the hypothetical scenarios through three mean in the goal seek and data table and scenario manager. الحاجة السابعة اللي هي making use of templates. templates دي يعني أنا بقول طبعاً لأنه بحب الإكسل جداً. فالتامبلتس دي بتوفر لك مجهود كبير جداً. Every time you need to use Excel, you don't have to ما بتحتاج إنك تختار لك حاجة. Familiarize yourself يعني with the ever expanding library of templates. يعني templates موجودة وكميات كبيرة و available حسب الإكسل فيرجنز الأخيرة كمان. You can access templates by using الانسيرت كوماند بتخش سبريد شيت. ف there are many different types of templates available including amortization of shared with حاجات كثيره موجوده. Even if you don't want to go through the available templates you can do your own يعني templates ما في اشكاليه. النقطه الثامنه والاخيره اللي هي الماكرو. الماكرو طبعا هو set of commands يعني that the user create and save the to be executed automatically لأنها بتردد نفسها بتعمل الكوماند في الماكرو وبتخليه هو بيرد لك نفسه whenever you make the process it will give you the same result. يعني for example يعني at the end of the year you might want to see all of your products يعني that did well in terms of sales. Those products that resulted in greater profit margin. You could run a macro to generate a table from your accounting revenue and expense data format to highlight scenarios in specific color. And is it the direct? دي حاجة. الماكرو غير كده عنده استخدامات كثيرة جدا. يصعب إنه أتكلم عن بس. لكن يعني نحن مصممين لنا سيستم عندنا parallel system بالماكرو حتى الخصائص الأخرى بتكزل ما بتقدر تتخيل. عندنا input screen موجودة تعمل input للداتا فيها الداتا automatically تمشي ل database بتتحافظ فيها بشكل مرتب. عندنا parameters معينة بتتنقل الداتا دي لستاتيك ريبورتس بشكل تلقائي فبيكون عندي 6 ستاتيك ريبورتس جنريتد اوتوماتيكلي وحتى الحاجه دي محدده بالتاريخ يعني في الانبوت سكرين بتغير التاريخ بتتغير الداتا تحت التاريخ معاك طوالي. يعني سيستم متكامل ما فيه كلام يعني. بس طبعا السكيورتي بتاعت الاكسل هي الاشكاليه لانه الا ممكن طبعا تعمل لها باسورد كثيره لكن في النهاية ما بتعتبر قوية مقارنة بال sophisticated software. فأنا بشجع أي محاسب إنه يعني الإكسل دي من الواحد يحزقها ويعرفها بشكل كويس جدا جدا وما ينقطع منها. في طبعا برامج تانية الأكسس له أي شيء عداك في يعني في الاوفيس في حاجات كثيره كويسه. في حاجات بتساعدك في رسم الفلو شارت غيره يعني من الامكانيات الموجوده في الاوفيس. لكن انا في رايي الاكسل حاليا من الحاجات المهمه انه الاكونت تاخذها قدامه وهو مضطر انه يعرفها لازم تعرفه لازم تمشي فيها كويس. من هنا ولغايه ممكن نشوف اذا عندك اسئله او استفسارات نبدأ فيها إن شاء الله. طيب على الشرح الوافي وأتمنى إنه الشباب يكونوا
استفادوا يعني واستمتعوا بالمعلومات اللي انت قدمتها. Accounting is important in all fields. يعني المحاسبة دي علم مهم شديد يعني. طيب في أسئلة هم الشباب طرحوها، أتمنى إنه صوتي يكون مسموع. سامعني يا أستاذ معز؟ أيوة صوتك مسموع. طيب الشباب في سؤال، أول سؤال كان عن معرفة الإكسل، بيقولوا إنها هي أهم من الشهادة الجامعية في مجال أصل للكلام ده يعني. أوكي. ناخذ الأسئلة كلها ولا أجاوب واحد واحد؟ أنت رأيك شنو؟ نقول كل الأسئلة ولا نمشي واحد واحد؟ والله ممكن يعني نقول العدد الأسئلة كبير. Have more time. يعني أي شوف الأريح لك شنو، أقول لك كلها مرة واحدة ولا؟ والله ممكن، لأنه قد أقدر أجاوب على أكثر من سؤال في نقطة واحدة مع أوكي. تمام. طيب ده السؤال الأول كان عن الإكسل. السؤال الثاني كان بيقولوا إنه في طرق لقياس هل هناك طرق لقياس الكريتيكال ثينكينج، وكيف ممكن نطور المهارة دي. وفي سؤال برضو عن إنه لأي مدى ممكن المحاسبة ذاتها تتطور، وكيف ممكن يستفيد المحاسب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأنه معظم قال أصحاب الوظائف بيكونوا متخوفين من ثورة الذكاء الاصطناعي. في برضو واحد بيسأل من مستقبل المحاسبة المالية في ظل البرامج المحاسبية المستخدمة لغير خريجي المحاسبة. يعني في ناس ما بكونوا خريجي محاسبة وبس بيمشوا يعني يتعرفوا على بعض البرامج المحاسبية ويشتغلوا عليها يعني. فهو بيسأل عن مستقبل المحاسبة المالية في ظل البرامج دي يعني اللي بيستخدموها الناس الغير خريجي محاسبة يعني. أوكي. دي تقريبا هسي حسبت الأسئلة لحد الآن. في أسئلة لسه لكن ممكن نشوف. أوكي. نبدأ. أول حاجة يعني first things first، يعني لازم تمشي متدرج في العلم. فهل الإكسل أهم من الشهادة الجامعية؟ أنا ما بتفق مع الحاجة دي. يعني لازم البيزك نوليدج يكون موجود in the ground. لازم بالنسبة للمحاسب لازم علم المحاسبة ياخده ويشربوا من الconceptual framework على accounting والتماشي لغاية تصل إلى advanced accounting. إلا المنهج المحاسبة محتاجة وما في حاجة مفتاجة. لأنه المحاسبة هي ما مفصلة إنك يعني واحد زي واحد يساوي اثنين. فيها concepts وفيها مفاهيم، انت بتشيل مفاهيم وتطبيقها، لانه احنا عايشين في يعني very dynamic environment، وبتجي حاجات جديده عليك وجديده على العلم وما درسوك ليها وحاجه ما شفتها في حياتك عايز تسجلها بشكل مالي، فحتعمل شنو؟ انت حترجع للمفاهيم الاساسيه اللي انت اتعلمتها، ودي الطريقه بتخليك تقدر تحل بيها مشاكل. والحاجه دي بيتميزوا بيها دائما يعني الناس اللي قروا بالحسب كويس. ما بدرسوك التكنيك بتاعت البوك كيبينج، لا بدرسوك المفاهيم. ففي فرق في التدريس ذاته بتاع حسب منهج، في ناس بدرسوا منهج وفي ناس بدرسوا منهجيه. فالناس اللي اخذوا المنهجيه دي هم قدام بيعرفوا يحلوا المشاكل. والحاجه دي يعني شفناها في حاجات كثيره. الاكسل ده هو براو ما وظيفه، براو ما بوصلك، براو ما بيعمل لك حاجه. الاكسل هو سيستم مساعد وبيساعد كثير جدا جدا، لكن بيساعد كيف؟ بيساعد لما تكون عارف تداري شنو اول حاجه. فلو ما عارف انت كاكاونتنت عايز تعمل شنو، ديفينتلي السيستم ده ما هيساعدك، الاكسل ما هيساعدك. بالنسبه لطرق قياس الكريتيكال ثينكينج، يعني ما في طريقه معينه كده اقول لك انه تقيس بيها الابيليتي بتاعت البيرسون تو ثينك كريتيكال. الحاجه دي يعني محتاجه شنو؟
انت محتاج يكون في قدره انه تشوف المشاكل وتعريفها. الحاجه دي مربوطه بالكوميونيكيشن. لما يكون انت قاعد في وسط التفاهم تماما, الكوميونيكيشن ده ما بين شخص وشخص, ما بين اداره واداره, الكوميونيكيشن ده مع الانفايرمنت ذاته. انت لما تكون قاعد في انفايرمنت فاهمه تقدر تتنبأ الحاجات اللي حتحصل فيها. الحاجات دي ما بتلقاها مكتوبة في كتاب, لكن أحيانا بتأخذها من الخبرة في المجال نفسه. فدي بتخلي الواحد يكون هذا الكريتيكال ثينكينج. ممكن أزول ينمية قياسة, ده بيحتاج لتجارب عشان تعرف منه يعني طول في الحتة دي. فالمحاسب بطبيعته هو بينتبه للتفاصيل وبيعمل الكروس تشيك دائما, يعني ما بياخذ معلومه واحده وبعد ذلك بيمشي بيها, اللي هي في علم الاستخبارات بيقول لك دي اسمها انفورميشن, اللي هو عنده انه معلومه جات من جهه واحده. المعلومه لما يحصل لها فيريفيكيشن هم بيسموها انتليجنس, دي خلاص بقت فيريفاين انفورميشن. فالكريتيكال ثينكينج عندك تنتبه للتفاصيل, تقدر تقرا المستقبل. يعني مثلا زول ماسك التريجري مثلا وقام جاء تقرير فني بيتكلم عن انخفاض الانتاج في الشهرين الجايات مثلا, زول عادي ممكن تمر فيه والحاجه دي عاديه, لكن الزول الحصيف شويه ممكن يفهم طوالي معناته انا عندي مشكله حتكون في الايرادات في الفتره الفلانيه, وحيكون عندي مشكله في الكاش فلو بوزيشن, بالتالي يعني احنا لابد من هسه نبدا ناخذ احتياطاتنا وهكذا. في ناس لا, لغايه ما يدوب في الحيطه محتاج يفهموا المشكله. الكريتيكال ثينكينج يعني انه انت تكون تتابع التفاصيل وتكون متواصل مع الناس وتواصل مع البيئه اللي حواليك. فأنا شخصيا طرق القياس للكريتيكال ثينكينج ما عندي فكره انه عندها طرق بتاع القياس, لكن المهاره دي يو كان ديفلوب. لاي مدى يعني المحاسبه بتتطور, والسؤالين الأخيرات, ومستقبل المحاسبة في ظل البرامج المحاسبية المتطورة. يعني في حاجة أساسية نعرفها, التكنولوجيا بتساعد المهنة, لكن الكلام عن إنه to be replaced ما دقيق كويس. الأوتوميشن للمهنة still محتاج للهيومن فاكتور. فالبرامج المحاسبية دي هي بتساعد, مش بتخلي الزول ما محاسب يقدر يشتغل. في ناس ممكن يعني الواحد إذا كان زول فاضي شوية زول ذكي تدخله وتوريه والسوفت وير ده بيشتغل كيف يشتغل لك حلو جدا, لكن لو واجهته مشكلة أو معضلة أساسية فيما يتعلق بمفاهيم محاسبية معينة أو كده, وحيقف ما حيقدر يستمر. فهو حيكون جست ا ماشين, هو ذاته الزول الما محاسب بيقدر يشتغل بالبرنامج المحاسبي, هو زيه زي البرنامج. بيدخل بيانات وتطلع بغادي, بيعملها بروس بيطلع بغادي ريبورت, ولكن ممكن ما يقدر يفسر عليك, ممكن ما يقدر يتبع عليك بالمشاكل بتحصل لي قدام, فده ما بنسميه محاسب. اما بالنسبه لمدى إنه المحاسبة تتطور, كيف نستفيد من الـ Artificial Intelligence, لأنه التحديات كبيرة حاليا. يعني نحن بالنسبة لنا الداتا بقت كثيرة شديد, بالذات لو زول مش اشتغل في الستوك ماركت أو الشركات الكبيرة, فحتلقى إنه البرامج العادية no longer يعني helping you. الارتفيشال انتليجنس حاليا قومي يعني ماشي. نحن في منطقتنا لسه الحاجه دي ما وصلت, الناس ما اشتغلوا بها بشكل كافي, لكن بسبب الداتا الكثيره فهو بقى من المميزات اللي الناس بيشتغلوا بها. في برضو يعني تداخلات اصبحت في المهن الحته بالسوق, لانه ما مجرد المحاسبين بس هم
اللي بيشتغلوا حاليا في الفاينانس. حاليا بيجي في ناس بيجوا للمهنه بفوق، يعني بيجوا بيحضروا في 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 التحليل المالي، مثلا الناس بتاع الستاتستيك بيجوا يشتغلوا في التحليل المالي، يكونوا كويسين جدا جدا في في طريقه التحليل وفي اساليب التحليل وكيف تختار الستاتستيكال تيست المناسب للنوع ده من البيانات وكده، حلو جدا. لكن بيبقى زي المكنه برضه، يعني في النهايه لما تطلع ريبورت تطلع نتيجه، التفسير بتاعه هو يحتاج لمحاسب، زي صوره الاشعه المقطعيه، لو انت عملت اشعه مقطعيه بتطلعها هذه، لكن اللي بيقرا لك يحتاج طبيب عشان يقرا لك. فالتطور بتاع التقني اللي حصل هو بس ساعد وزاد الانتاجيه بتاعت الناس، لكن ما هو ريبليسمنت اليوم. اتمنى اكون غطيت الاسئله كده، اذا في اسئله ثانيه. هاي في أسئلة تانية؟ تمام، شكرا يا أستاذ. طيب برضو الأسئلة التانية كلها بتدور حول الإكسل. بيسألوا من البرامج اللي ممكن الواحد يحترفها في الإكسل غير الإكسل، شنو البرامج اللي ممكن الزول يحترفها غير الإكسل؟ وبرضو في سؤال إنه كيف أعرف الداتا فاليديشن إن إكسل؟ وعاوزين برضو أسماء مواقع وشرح وافي للإكسل، يكون فيها شرح وافي يعني للإكسل، وما هي البرامج المحاسبية غير الإكسل والإي آر بي، وهل ولا نعتمد بس على الإكسل فقط يعني كخريجين يعني. برضو في سؤال عن إنه يعني برامج السوفت وير اللي هي بالنسبة للسوفت وير المتعلقة الريليتد بالمحاسبة بصورة عامة، سواء كانت إكسل أو غيرها، هل إلا الزول يشتغل أو ينزل تريننج عشان يعرفها، ولا ممكن مهارة الواحد يقدر يكتسبه براه من اليوتيوب أو غيره من القنوات التعليمية؟ لأنه قالوا إنه دايماً بيلقوا إنه البيزك بيكون بس للإكسل، ما بيكون يعني سبيسيفيك مثلاً في محاسبة أو في التمويل أو كده. وبرضو في سؤال إنه رأيك شنو في البي آي. برضو في سؤال بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو الشركات الناشئة، شنو هي المعاملات المحاسبية الأساسية اللي بتحتاج لها؟ اوكي تفضل يا استاذ. اوكي بس البي اي انا ما اعرف اختصار شنو، بزنس انتليجنس. ايوه بي غايته مكتوب بي اي تقريبا، هو بزنس انتليجنس. ما اعرف الزول السؤال اللي هو اي اس دمنه، رايك شنو في البي اي؟ وضح لنا البي اي دي انت قاصد بها اختصار. ايوه قال ايوه هو البزنس انتليجنس. اوكي نبدأ بالسؤال الأول. الإكسل هو ما برنامج محاسبي، هو الحاجة الإكسل هو برنامج مساعد ممكن يشتغلوا به محاسبين إحصائيين، فيه معادلات بتاع هندسة، فيه حاجات كثيرة جدا جدا، هو بيساعدك ممكن يشتغل لك الشغل كامل، يعني ممكن تصممه برنامج قبل كده عملنا حاجه، الواحد صمم سوفت وير كامل بالاكسل. بس زي ما قلت لكم في الاشكاليه بتاعت السكيورتي. لكن الاكسل حاجه مساعده، ما برنامج محاسب. في ناس بيدرسوك يقول لك في كورس بتاع محاسبه بالاكسل، هو بيستخدم الاكسل بيصمم برنامج محاسبي. البرنامج ده ممكن يبدا من الدبل انتري يصل لغايه الترايل بالانس، very smooth. يعني ممكن تدخل الدبل انتري هنا ويسمع معاك طوالي ويمشي بيتواصل لغايه ما يديك الترايل بالانس. بعدك من الترايل بالانس بتاع الموضوع سهل، ثاني بيطلع الفاينانشال ستيتمنتس الثانيه، فهو حاجه مساعده. برضو السؤال يعني هو زيه في الموضوع اللي هو البرامج غير الاكسل والاي ار بي. الاكسل زي ما قلنا هسه هو ما برنامج في حد ذاته، انما هو برنامج مساعد. الاي ار بي هو اختصار لانتربرايز ريسورس بلاننج، هو ما سيستم في حد، يعني هو في انظمه كثيره تشتغل بنظام الاي ار بي. الاي ار بي القصد منه هو سيستم انتجريتد ببساطه، يعني الاي ار بي سيستم هو سيستم انتجريتد. يلا اسمه شنو؟ في برامج كثيره، في لا 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 لا. افضل حاليا الاس بي اي الاس اي بي، في ناس بيقولوا ساب، لكن هو SAP برنامج ألماني حاليا أحسن الشركات في العالم بتشتغل به. إكسون موبيل، أرامكو، شل،
شيفرون، ما بعرف سي ام بي سي، بتروناس، كل الشركات دي اللي احنا شغالين في السودان. في كذا شركه نزلت الاس اي بي، سوفت وير متقدم جدا جدا حلو. في ايبيكور شغالين في شركه، هو شيء سيستم امريكي. في صن كانوا زمان شغالين بيه، ناس شل. في بعض طايق بعد كده برامج صغيره زي الكويك زي البي اتش تي دي للشركات الصغيره. الاي ار بي سيستم مقصود به انه هو ما مجرد سوفت وير بتاع اكاونت، لا هو انتجريتد مع الديبارتمنتس الثانيه. هو انا قاعد في الاداره الماليه، يكون الاتش ار مربوط معي لما يجي هناك يعمل البيرول طوالي، بيصير عندي انا هنا في الاكاونت بيبول بيبدوا يجهزوا البيمنت سلكشن. البروكيورمنت لما مثلا كونتراكتر يجيب العقد بتاعه وصلوا للبروكيورمنت ديل، هنا بيعملوا الفيريفيكيشن تاكدوا ان الجوب دون، ويرفعوا بعد كده باي ذا سيستم للفاينانس فور اكاونتس بيبول. الوير هاوسز برضه بتكون انتجريتد، والاي ار بي مقصود به انه انتجريتد سيستم. يلا يا تو سيستم، في انظمه كثيره بتشتغل الحاجه دي، والميزه في الانظمه دي انها لانه المحاسبه عندها ثابته، عندها معايير وعندها تقارير المعروفه، فهو عندهم ستاندرد بيكون شغال. بعد ذاك حسب الاندستري انت بتجي بيعملوا لك كستمايزيشن حسب الحاجه اللي انت دايره. يعني مثلا زول بيشتغل في التجاره الغذائيه مثلا، بيكون عنده حاجات او بعض المميزات في البرنامج دايره. في ناس ثانيين بيشتغلوا في تجاره الادويه، بيكون عندهم اساليب حاجه ثانيه دايرينها في السيستم يشتغل ليه، حسب البروسيس بتاع الاندستري ذاته، حسب البروسيس شغال كيف. في الاويل سيكتور مثلا عندهم معايير شغالين بها. فكله اي ار بي سيستم بتجيبه، اول حاجه فيه حاجه اسمها البيست براكتس، اللي هو كل الفاينانشال براكتس بتكون موجوده بيجيب لك ده عندنا. بعد ذاك انت داير شنو اضافي، انت بعد كده بتطلبه وبيعمل لك كستمايزيشن واي حاجه بيسعرها. فالاكسل والاي ار الاكسل المساعد والاي ار بي سيستمز انظمه كثيره زي ما قلنا، منها الاس اي بي والصن والاوراكل وغيره. بالنسبه للداتا فاليديشن، كيف الزول يعرف داتا فاليديشن؟ الداتا فاليديشن دي يعني لما تخش في الاكسل زي ما قلنا ان بتخليك طوالي بتفهم الداتا شكلها كيف. ما اقدر يعني اشرح الاكسل هسه واتكلم عنه، ولا افتح الاكسل واوضح الفانكشن دي بتشتغل كيف. فالمواقع اللي بتعلم الحاجه دي، في مواقع وفي دروس احيانا موجوده باكج فيها كل الفانكشنز بتاعت الاكسل، وزول بيخش عليه. وزي ما قلت قبل انه انت ممكن تتعلمه كلها، لكن عشان تقدر تستعمله كويس محتاج انك تبراكتس، محتاج انه يكون في حوجه انك تشتغل في الداتا، عندك داتا ريال اللي انت فاهم الداتا دي وعارفها، وبعد ذاك بتيجي تخطها قدامك وتفتش التولز بتاعت الاكسل المناسبه معاك وتتعلمها في لحظاته وبتشتغل بها. كده انت بتكتسب المهاره. يعني حاليا الحاجات الاساسيه المطلوبه زول يعرفها في الاكسل، الأشياء الأساسية الصم الأفريج المينيمم والماكسيمم كويس، الفلترين، البيفوت كولوم البيفوت تيبل، دي من الحاجات السهلة الواحد ممكن هسه طوالي يتعلمها. في ديفينتلي في مواقع في اليوتيوب بتعلم الحاجات دي، في ناس عندهم شغل كويس جدا ممكن الزول يتعلم منه. السؤال بتاع هل ممكن الواحد يكتسب معرفة الأكاونتنج سوفت وير بدون شغل؟ ممكن تعرف الكومبوننتس بتاعت الأكاونتنج سيستم، يعني ممكن تخش تشوف الـ SAP ومواقع كويسة. الـ SAP ده بفضل يعني أفضل البرامج الموجودة،
ممكن تخش. وحتى انه الاس اي بي ده بقى عنده شهادات ذاته يعني، يعني كونه زول يعرف يستخدم الاس اي بي، تي الناس بيكتبوها بيبقوا في السي في انه انا بعرف استخدم الاس اي بي. وما الاكونتنتس بس، انجينيرز، بروكيورمنت، اتش ار، للناس دي بقت بتستعمل. فمجرد معرفة استعمال الاس اي بي مثلا ده كريدت بالنسبة لك. فممكن في في النت في بعض المواقع ممكن الزول يخش ويواصل فيها ويمشي حتى عندها امتحانات. البيزك ايشو انك تفهم انه الاكاونتنج سيستم هو بيدور حول الاكاونتنج سايكل، تعرف الاكاونتنج سايكل كويس، فده السيستم بيشتغل في 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 المحتوى ده من بداية دخول المعلومات والبروسيسنج والمعالجة حقتها تطلع شكل التقارير. التقارير طبعا هي ستاندرد ريبورت طالعة، في تقارير تانية بتكون اد هوك يعني اون ديماند يعني، فتعرف بس السيستم ككل. لكن تتعلمه بدون ما تشتغل يعني بتعرفه لكن ما حتقدر تكون خبير فيه وما لم تشتغل فيه. وانت ما محتاج تعرف كل الانظمه يعني، محتاج تفهم الكونسبت بيهايند السوفت وير عموما. بعدك لو دخلت اي شركه حسب السوفت وير الموجود فيه انت ممكن ايزلي يو كان يعني ممكن تندمج في الجوده. طيب بالنسبه للبي اي والبزنس انتليجنس، والله انا صراحه ما عندي فكره عن البزنس انتليجنس بالنسبه لل التقييم، ما عندي فيها معرفة عشان كده ما أقدر أجاوب لك. بالنسبة للمشاريع الصغيرة، الحاجات الأساسية الناس تعمل شنو؟ محاسبة سنة كل سنة تانية، يعني في رأيي يعني الحاجات الأساسية بالنسبة للشركات الصغيرة. الريكوردينج بشكل منظم من طبعا الحاجة المهمة والحاجة الناس بسبب لهم مشاكل قدام لما تجيك المستندات المالية ولا كده تعين ليها بنظرة بتاعت أوديتر. لو زول جادة عاوز يتأكد من الباليديشن بتاعت الدوكيومنت دي، فلازم الواحد يكون عارف في حاجات ما بتقدر تنتبه ليها إلا لما يجوا يراجعوك بتعرف أخطائك أحيانا. فعشان كده محتاج نزول يستبق الخطوة دي لأنه يفهم الحاجة اللي قدامه والاحتياجات. المشاريع الصغيرة صراحة يعني بالذات في الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة لما تبدأ ما في مانع إن الزول يبدأ بإكسل وشيت ورا شيت، الزول يسجل هنا ويعمل لينك هنا ويعمل ترحيل للقيود ويعمل جنرال ليدجر ويمشي لغاية ما يطلع له راي البالانس، ممكن بسهولة تمشي. يلا ده بداية في المشاريع الصغيرة، لكن قدر ما تكبر انت لازم تمشي لمور سوفيستيكيتد سيستم. الاكسل بعد ذاك يساعد بس لكن ما بيشتغل لك الشغل. هسه شركات كبيره تيجي تقول اشتغل باكسل مستحيل، ما في كلام. يساعدنا احنا كافراد في البرفورمانس حقنا. انا كلامي ده كله انه انت كمحاسب لما تخش محتاج تزيد البرفورمانس حقك، تعمل انهانسنج للاوتبوت بتاعك. فالاكسل بيساعدك في انك تختصر حاجات او تعمل فيريفيكيشن لمعلومات موجوده في السيستم جوه، تعمل لها تامبلت برا، تعمل يكون برا للسيستم كده صغيرون يشتغل لك. لكن هو ما سيستم كامل، سيستم يشتغل لك في البطاقات الصغيره. بعد ذلك لازم لما تكبر تشوف لك سوفت وير كويس، تبدا بالبي اتش دي او كويك بوك، تمشي اذا الشركه كبرت شيء تمشي للمور سوفيستيكيتد سيستمز. الحاجه اللي داير اذكرها هنا بالنسبه للانظمه المحاسبيه، يعني في بعض الشركات بتلجأ لأنها تصمم نظام محاسبي جوا، يعني يجيب لهم مبرمج يقعد مع المحاسبين وناس الشركة ويصمم برامج. الموضوع ده ما عملي، إنه يستحسن إن الناس يجيبوا سيستم باكج سيستم جاهز. دائما كل الباكج بتاعت الأنظمة دي بتاعت المحاسبة دي بتكون محتوية يعني كل الحاجات الأساسية بتاعت المحاسبة، بتريحك من شغل كتير. بعد ذاك انت بتضيف عليها الحاجات النوعية اللي بتحتاج ليها الصناعة بتاعتك. اوكي.
كده غطيت الأسئلة الموجودة قدامي. في أي أسئلة تانية؟ أيوة في أسئلة تانية يا أستاذ. طيب هما بيسألوا من كيف أظهر للإنترفيور المهارة بتاعتي إنه أنا I'm good accountant، وكيف نتغلب على مشكلة الخبرة المطلوبة في كل الوظائف ونحن fresh graduate، لأنه حتى التدريب في السودان ما بديك خبرة وبتكون فترته قصيرة. وبرضو في سؤال عن مجال التحليل المالي، أفضل ولا الـ ERP consultant من حيث الشغل وطلب السوق؟ تفضل يا أستاذ. أوكي. هنا في الحتة بتاع السؤال الأول إنه كيف تصل للدرجة إنك تبقى حاسب كويس، دي سكيلز يعني صراحة يعني مهمة جدا. الأهم حاجة في المناسبة في الانترنت قبل المعرفة بتاعتك ولا شهاداتك ولا غيره، إنه الزول يكون واثق في نفسه تماما. خش الانترنت، لأنه شاركت في عدة بانيرز بتاعت انترفيو، فالواحد بيشوف الشباب الصغار قدامه جايين الانترفيو، فالواحد بيقراون يعني اسمه شنو يعني. صراحه الواحد اي واحد من الشباب زي لما يجي الانترفيو اتمنى انه تشيل اي زول. التميز بيكون وين؟ التميز بيكون اول حاجه من المهم طبعا انه الزول يجي لابس كويس وجاي بيجي يعني يجهز نفسه يدي الانترفيو بالاهتمام. يعني احنا بعد كده يعني هنخش في الحته بتاعه السكيلز بتاعه الانترفيو، دي حاجه بيتكلموا فيها ناس الاتش ار اكتر شيء بيعرفوه اكتر مننا. لكن يعني انت لما تخش الانترفيو الاي كونتاكت فيري مهم، لازم انت تخش بتعاين الانترفيوي ما واحد اكتر من واحد، ولازم تعرف انه هم الادوار بيناتهم مقسمه بطريقه منظمه جدا زي شركه كويسه. هيسألوا أسئلة نوعين، في نوع كومون اللي هو النوع بتاع الأكاونتينج، بيسألوك من حاجات في الأكاونتينج، وأنا ما أعتقد يعني في الانترفيو ما لا يفترض يسألوا أسئلة زي دي. يفترض قبل الانترفيو يكون في إكزام، الإكزام ده تتكلم فيه عن التكنيكال إيشوز يعني والمعرفة المحاسبية، ولما بتصفي الناس اللي عندهم معرفة محاسبية كويسة وبيجيون بعدك تيجي الانترفيو. الانترفيو بيكون دايرجيس قدرة أول شيء الكوميونيكيشن سكيلز بتاعت الزول. الزول ده لما يقعد يتكلم معانا كيف بيقدر يجاوب على الأسئلة بطريقة واضحة، بيقدر يركز في الأجوبة بتاعته، ما تطلع معلومات أكثر من السؤال اللي أدوك له. سألك سؤال جاوب على السؤال، حاولت تبحر حاولت تزيد، ومن سؤالك ده ذات ممكن يولد لك أسئلة إضافية من جوابك سوري من الإجابة بتاعتك المطولة دي، ممكن يولد لك أسئلة إضافية، ويبدأ في ناس يبدو ويجروك حتى 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 لغاية ما يغرقوك. والانترفيو بيكون في ناس طف معك وفي ناس بيكون نايس معك، فدي موجودة. لكن أعرف إنه ما يعني you don't be angry، ما تنفعل الحاجات دي يعني بيتم يعني عملها لقياس ذات الفعل. الواحد بيظهر اهتمامه بالوظيفة اللي هو دائرة، اوكي. فالانترفيو بالمناسبة يعني تكنيك محتاجين الناس تتعلمه بشكل كويس، ويحاولوا يختبروا نفسهم قبل ما يخشوا لأي انترفيو. ويعني هو واحد من المحطات المهمة للتعيين، يعني ممكن في الريتن اكزام الواحد ما تكون محصلته احسن زول، لكن الانترفيو يعني اللانجويج يعني حاليا نسي حاجه مهمه، اللغه الانجليزيه يعني كروشل. في عده انترفيوز احنا يعني الواحد بيكون فيري فلوينت بيتكلم معك كويس وتشعر به، هو ديفينيتلي هو من الناحيه بتاع الباك جراوند اكاديميك باك جراوند كويس، لكن زول بيقدر يتواصل كويس، زول بيعرف يعبر عن نفسه. في بعض الموظفين طلعته من الباب اللجنة نحن كلنا نقول الزول ده عايزينه لازم يتم تعيينه. في ناس بتنقسم حول الآراء، عادة بتكون
تكون إشكالية بتاعت حضور في الانترفيو. فالانترفيو لازم الزول يكون very calm, يكون هادي ريلاكس, والواحد عارف حوجة الناس للشغل. لكن لو قدرت تتظاهر إن الوظيفة دي ما مهمة معك يكون كويس. حاول يعني أشعره إن ممكن تشتغل هنا ولو ممكن تشتغل حتة تانية. ودي يعني في الشركات اللي هي فير في التوظيف, فالواحد يسوي شنو يعني في النهاية أن إحنا نجهز نفسنا بس للشيء الممكن. فكيف تظهر إنك محاسب كويس؟ definitely يعني لازم تكون عارف المصطلحات المحاسبية بشكل جيد. لما يسألوك في المحاسبة جاوب في المحاسبة بشكل كويس. إذا قدرت تتوسع شوية وتتواصل من نفسك ما في إشكالية في المحاسبة تحديدا, لأنه أي سؤال بيسألوك فيه وإنت ممكن يعني تبرز فيه مقدراتك. طيب بالنسبة للوظيفة بتاعت التحليل المالي والـ ERP consultant, التحليل المالي أحب أقول لكم إنه ما حق المحاسبين براوية خلاص. التحليل المالي في ناس كتار جدا جدا دخلوا فيه, لأنه البيانات بقت حجمها ضخم جدا جدا, محتاجين سكيلز إضافية عشان تقدر تشتغل عليها. التحليل المالي زمان ذاك بتاع الكويك ريشو والليكويديتي ريشو والحاجات دي حاجات سريعة, لكن التحليل المالي محتاج سكيلز عالية جدا, أي ذكاء وانتباه. ففي منافسة عالية جدا حاليا من ناس الإيكونوميتريكس ومن ناس الستاتيستيكس ومن ناس في مهندسين أنا بعرفهم مش عاملوا دراسات عليا في الفاينانشال أناليسيس. فهو طبعا حاليا يعني عنده الفرصة الكبيرة في الشغل كويس, لأنه المهارة فيه ما كثيرين ومطلوب حاليا بشدة, لأنه الديسيجن ميكين كله بيجي بيحتاج تحليل مالي. وبعدين أنت بتحلل بتعرف تعمل تحليل مالي, أنت تأكد إنك بتعرف تعمل تحليل لأي حاجة. يعني لو طلعوا لك نتيجة بتاعت مدرسة بتاعت شهادة السودانية وجابوا لك قال لك حليل, أنت بتعرف تحليل بعد. فدل خلت إنه التحليل المالي ما حكراً على المحاسبين بس, إنما كثير جداً من أصحاب المهنة الثانية دخلوا فيه وبيبقوا يقدروا يشتغلوا في التحليل المالي بشكل كويس. الـ ERP consultant ده هنا ميكس بين الفاينانس أو الأكاونتينج والـ IT. هم أقرب لي ناس الـ IT صراحة, هم قاعد يستفيدوا مننا في الحتة دي, لأنه كثير بتاع الـ IT بيقعدوا معانا في customization بتاع system. لازم يكون معك اكاونتنت وانت توريهم الحاجه اللي انا احسبها كيف وليه ومتين, واذا في اي تغييرات فهو بيفهم اللوجيك منك, بيمشي اللوجيك ده بيترجمه ليه في السوفت وير, في الاي ار بي سوفت وير بيشتغل بيه ويعملوا كوماندز او يعملوا سينتاكس يعملوا اي حاجه بيطلع الريزلت اللي انت دايره. انت ممكن تكون عارف هو عمله كيف وبيستفيد منك. بعد ذاك لما يمشي للشركه اللي بعدها أريد يكون أخذ منك الخبرة ومشى الشركة البعدة, لما يطلب منه نفس الحاجة وحاجة قريبة ليها وبيكون already have the ability to do it easy. وهكذا تعالى IT بيشتغل في الأكاونتنج سوفتوير أو الـ ERP بعد عدة تجارب بيبقى عنده معرفة كويسة في المحاسبة. أنت كمحاسب عايز تمشي في الاتجاه ده ممكنة, لكن ده محتاجة منك إنك تكون عندك الباشون for the IT, شغوف جدا بالاي تي ايشو. صادفوا ناس كثيرين زي ديل, الواحد كان بيكتب كان المفروض تكون يعني خريج اي تي ما كان يلا ديل. يعني لو في محاسب قدر ياخذ الاي تي نولج شبيه في الاي ار بي حاجه مميزه جدا. ما اقدر اديك تفضيل واحد على الثاني, لكن الوظيفتين ديل اسي صاحب السؤال ده عليه حال. يعني تخيل لي يعني عنده تفكير كويس لقدام. التخصصين ديل يعني محتاجات خلط بين
أكثر من علم ما المحاسبة براء، والسوق المنافسة فيها كبير. الـ ARB consultants طبعاً حجم مهيمنين عليها الهنود أكثر شيء يشتغلوها بقوة شديدة، لكن أنا بدي صوتي للتحليل المالي الأفضل، وعنده professional certificates زي الـ certified financial analyst CFA شهادة أمريكية، وفي شهادات تانية غيرها. فالجمع بين الـ professional certificate و الـ technical knowledge بالنسبة مثلاً للتحليل المالي يساعد. التحليل المالي تحديداً محتاج ينزل لكم كويس في الإحصاء، محتاج ينزل لكم كويس في الستاتيستيكس، فهمه بشكل جيد ممكن عندك مشكلة. أوكي، أي أسئلة تانية؟ شكراً يا أستاذ على الشرح الوافدة. أيوة عندنا تاني أسئلة. طيب، في سؤال عن الدورات في الكورسيرا اللي بتتكلم عن المحاسبة لغير المحاسبين والإي دي إكس، هل الحاجة دي دلالة على شيء معين بيحصل في الشركات المتعاقدة مع المواقع زي مايكروسوفت أو فيسبوك وغيرها؟ في سؤال تاني، في زول بيقول إنه عاوز يكون شاطر ومحترف في التحليل المالي والفاينانسيال موديلينج، عاوز مصادر يتعلم منها وماتيريال للتحليل المالي CFA أو FMVA. في سؤال إنه الشخص اللي بيتقبل في الانترفيو، شنو المهارات الصلبة واللينة اللي ممكن تكون برزت في المقابلة وأدى صوت؟ صوت القطع على ما أعتقد. لو شايف في الشات برضه في سؤال عن كيف أزول يصل للخبرة المطلوبة؟ الصوت اتقطع من عندي، ما سامعنا. طيب أستاذ معاذ، تقريبا دي كل الأسئلة، يعني ما في سؤال تاني حاليا متوفر في الشات. آخر سؤال كان يتذكر اللي هو كان نزول داري يكون شاطر في الفاينانشال موديلين، وتاني في الناس اللي عندهم شنو المهارات الصلبة واللينة يعني اللي بتكون بارزة في المعاينات عموما يعني وبتأدي للزيادة بتاعت احتمالية القبول عموما. وتاني قالت ما أعرف، واحدة هنا سألت إنه ما جاوبتنا على سؤال الخبرة، ما أعرف السؤال ده. yes, okay. أيوة، وقال نبدأ كيف وكيف نصل للخبرة دي. دي تقريبا كل الأسئلة حاليا. أوكي. بالنسبة للسؤال الأول عن الدورات في المحاسبة لغير المحاسبين، الدورات دي عادة بيدوها للمانجرز الغير محاسبين. في دورات زي دي بيدوها اسمها دورات محاسبة للمديرين غير المحاسبين، لأنه قبل زي ما ذكرت لكم من الأشياء اللي بيحس في نفس المحاسب إنه يكون عنده معلومات كمية كبيرة جدا وبيرفع التقارير للتوب مانجرز، وبعد ذاك تشعر إنه القرارات صادمة تماما للمعلومات اللي بتعلمها.
الإشكالية عادة بتكون إنه المانجر ده ما يعرف المقارير بتاعتك، رغم إنه أنت ممكن تكون اجتهدت وخطيت في طريقة سيمبل وبسيطة وبعدت عن الأكاونتنج ترمينولوجيز اللي هو ما يفهمها، حاولت تخط له في لغة هو يفهمها، يعني أنت مارست كل الكوميونيكيشن سكيلز اللي أنت ممكن تمارسها عشان توصل المعلومة بطريقة كويسة، هو برضه ما بيقدر يفهمها. لأنه يعني البيانات المالية تحتاج تقراها من عدة زوايا. فالدورات دي بيدوها دائما للمدراء غير المحاسبين، هي ما دليل انه يعني المحاسب ما ممكن يكون كويس، انما الغرض منها انه المدراء الغير المحاسبين دي يفهموا التقارير الماليه بيجيوا ما اكثر من كده. والدورات دي واحده من الدورات اللي بيدوها في الحكومه عاده لما الواحد يصل لدرجه ثانيه او الدرجه الاولى او بيكون مدراء مشاريع، واحدة من الدورات اللي كان بيدوها في مركز تطوير الإدارة زمان نفسي ما بعرف، لكن في دورة المحاسب لغير المحاسبين ما بيدوها ليزول عشان يبقى محاسب، إنما بيدوها له عشان يعرف يقرأ البيانات المحاسبين. ونحن في صراع بالمناسبة، في صراع طويل جدا مع الإدارات الغير إدارية ما غير المحاسبية اللي هو ما قروا علوم إدارية. ما عندنا مشكلة مع أي مدير يكون خريج مانجمنت أو خريج أكاونتي، بوس آر أوكي، لكن لما يكون مديرك مهندس المهندسين العقلية بتاعتهم ينفذ المشروع، عنده تحدي انه داير ينفذ يصين الحاجة دي ويشغلها، لكن هل هي مجدية ولا لا ده موضوع ما بيشتغلوا. او كمان لما تكون حاجات دي كثيرة والبرايوريتيز ترتيبه ضعيف، فدي حاجات من الناس حاجات من العاني فيها نحن كناس محاسبين وما. فالدورات دي بيدوها لمدراء ما عندهم معرفة مالية، دي مهمة جدا يعني اليوم. يا ريت والله ساعدنا كثير ان احنا محاسبين في انه كلامنا يكون مفهوم. بالنسبة لنا السؤال الثاني انه زول كيف يكون شاطر في التحليل المالي، فالموضوع ده اجتهاد ما اكثر من كده، يعني عايز تكون شاطر محترف في التحليل المالي والفاينانشال موديلينج. المصادر بتاع التعليم اللي ممكن اقول لك عليها شنو؟ طبعا حاليا يعني انتم ما شاء الله محظوظين العلم بقى متاح. الفاينانشال موديلنج لو دخلت في 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 النت كنت تلقى محاضرات كثيره جدا جدا. وانت بعد ذاك بتبدا تميز المحاضرات المفيده من المحاضرات اللي فيها استهلاك زمن. فالحاجة دي ما أقدر يعني أديك مصادر معينة. إذا ممكن يعني مثلا بالنسبة للإكسل أنا عندي فولدر كامل فيه كل الحاجات بتاعت الإكسل اللي زول ممكن يتعلمها، وهي ليكشرز صوتية وفيديو أوجو يعني، فهي ممكن فيها إكسرسايزز وفيها شرح كويس جدا جدا، أنا بعتبرها من أهم الحاجات اللي أنا استفدت منها. أنا ما بعرف هاو تشير، ممكن نشوف ناس المنصة هنا ممكن تشير الفولدر ده، هو كبير جدا جدا، لو أي واحد فيكم أتمكن إنه يتكوبي وفيد يساعد الزول في الإكسل الشديد. التحليل المالي يعني هو التحليل المالي براه كده شنو يعني، أنت لازم تعرف تكون عارف التداير شنو يعني، يجيبوا لك بيانات مالية يوروك التداير تطلع منها شنو، بعد ذاك ممكن تشوف أنت تعمل الحاجة دي كيف. ف يعني استتعلم تحليل مالي، السي اف اي شهاده ممتازه جدا جدا بتعلم التحليل المالي كويس. التحليل هو التولز بتاعته والستاتستيك، فانت لازم تعرف الستاتستيك عشان تقدر تشتغل تحليل مالي، فده البريدج ذات يو هاف تو كروس في التحليل المالي، لازم تعرف الستاتستيك كويس، والستاتستيك مش تعرفها بس يعني تكون فاهمه كويس، تكون عارف يا تو تيست بيستخدم معايا نوع من البيانات، البيانات ذاتها لو حصل فيها تويستينج بسيط كده انت لازم تغير التست انت بتشتغل به بشكل كامل. فعايز تكون شاطر في التحليل المالي عليك بالستاتستيك. بالنسبه للسوفت والسولد هارد سكيلز بالنسبه للريفيو، اهم عامل في رايي الثقه، تجي داخل وتواثق من نفسك، وانس انك انت تجاوزت الامتحان وقلت تعال الانترفيو تعرف انك انت قطعت مشوار طويل
باقي ليك انك تقنع الناس اللي قاعدين قدامك دي. يعني محتاج تتكلم بثقة، تجاوب على أسئلة بشكل محدد وواضح، تحاول تبرز رغبتك في انك تشتغل بدون ما تحاول ما تعمل سيميري لنفسك. و يعني دي يعني انا بالتحديد الناس اللي دخلوا انترفيو معي اكثر حاجه كانت بتحفزني اليوم وما قدرته الشخصيه في انه يعبر عن نفسه. لو في اسئله فيها تريكات، في اسئله يعني كلها بتزعل الزول، فلازم يكون في انجل مانجمنت هنا كويس، ما اكثر من كده. فدي حاجه يعني اساسيه. سرعه البديهه طبعا مطلوبه في الاجابه. يلا بالنسبه للسؤال بتاع الخبره المطلوبه، الواحد يكتسبها كيف وفي ظل عدم وجود وظائف في الشركات؟ يعني الحاجه دي محتاجه اجتهاد شديد. تشوف الناس خبيو قدامك يشتغلوا وين، تحاول تمشي تعمل خبرة، تشتغل حتى ولو بدون ما هي تحاول الخدمة الوطنية اللي هي يعملوها دي، تحاول تجتهد انك تعمل حتة كويسة، ما تمشي تعملها تدريس ولا اي حاجة. لا في احيانا في ناس تمشي، طبعا الخبرة اساسية، لو دار الخبرة جيدة بتمشي للأوديت، تمشي لمكاتب المراجعة. مكاتب المراجعة دي بتديك الخبرة في سرعة شديدة، لأنه النازل يعني الخبرة بتاعته متجددة، لأنه بيراجع شركات ومكاتب مؤسسات ومصانع مختلفة. فأحسن حاجة الواحد يأخذها لو مشى لشركة مثلا مكتب بتاع مراجعة وطلب منه يقولون ده نقضي معكم فترة بتاع التريننج، حتى ولو بدون قروش، لو إنه عارفين الظروف بتاعت الناس والحوجة الشديدة. لكن انا واحد من الحاجات اللي استفدت منها واخذت فتره التدريب بتاعتي في بنجا وقاسم وشركاء، وكانوا مراجعين قانونيين، هم كانوا انسانيون ايجنت في الخرطوم. ففي خلال فتره بسيطه اشتغلنا ثلاثه شركات مختلفه، شركتين وبنك. فالمراجعه بتخليك سنين الخبره بتاعتك هي حقيقه سنين الخبره بتاعتك. في شغل في شركات ثانيه الخبره بتاعتك هي السنه الاولى، بعدك ريبيتد السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها، والسنة اللي بعدها، وهكذا يكون كررها، فما حيكون في خبرة كثيرة. فالواحد لو عدى له سنة أو سنتين بس في accounting firm، في auditing office، ده بيختصر عليه زمن طويل جدا في إنك تكون فاهم المحاسبة كويس. تاني في شايف سؤال، هل يعد توازن ميزان المراجعة دليل قاطع على صحة الأسبوع؟ لا طبعا، ميزان المراجعة ممكن يكون موزون، لكن يكون في قيد كامل، يعني غلط أو في ترانزاكشن ما فيش كامل. ميزان المراجعة بس هو يعني حاجة أولية، لكن أنت لازم بعدك وزاته تعمل له فيريفيكيشن وتشتغل فيه. فإذا المراجعة ما دليل قاطع على صحة قبول المحاسبية، لأنه ممكن يعني أمسح خيط كامل ديبت وكريديت خلاص، يعني إذا المراجعة موزون في حتة وما في أي مشكلة. لكن هو الفيريفيكيشن من واحد بتجد عين في الصايد الديبت والكريديت موزون حلو، بعد ذاك ثاني في فيريفيكيشن ثاني بتعملها إنت عشان تتأكد من إنه الحاجات كلها ترحلت، لأنه ممكن ترانزاكشن كامل ما يجي هنا. فبتكون انت عندك ميزان، يعني هو ريال ترايل، لكن هو بالانس، لكن ما كومبريهنسيف. ف يعني دي يمكن حاجه من الاساسيات بالنسبه لنا. كويس، في ثاني سؤال هنا، ايوه لحد بتاع المشروعات الصغيره لحد الادنى من المعلومات المحاسبيه تقدر تزور تطلع عليها عشان يقدر يعبر او يعبر في المشروع في مرحله البدايه. في مرحله البدايه دي
عندك قيود التأسيس لازم تكون عارفة. القيود بتاعت التأسيس الأولية لا بد تعرف وتسجلها بطريقة سليمة. كل المصروفات بتاعت التأسيس عندنا ليها تعامل معين. وأهم حاجة في المشاريع دي إنه ما تحمل أي معلومة، أي معلومة تكون مسجلة. الشيء المهم في المشاريع، لو جينا تكلمنا عن المشاريع، الكوست ألوكيشن. الكوست ألوكيشن مهم شديد، والكوست ألوكيشن ما عنده قاعدة محددة. الكوست ألوكيشن ده حسب فهمك انت للإندستري اللي قاعد فيها. في مستشفى تشغال فيها مدير مالي أو محاسب بتاع تكاليف، هيستحسب تكلفة السرير الموجود، هيستحسب تكلفة التست المعملي، المعملي اللي بتعمل زول جاء عمل تست بتاع ملاريا، هيستعرف السرير كلفة كم. زول جاء للحوادث، هيستعرف الزول دخل الحوادث وطلع منها كلفة كم. ده كوست اكاونتنج. ما في زول حيقول لك الالوكيشن ده كده، لكن انت بيكون عندك مفاهيم عامة تقدر توالوكيت الكوست على الايتيمز دي. يلا دي بعد كده مفتوحة بالنسبة لك، يعني انت بتشوف الفيكست كوست وبتشوف الفيريبل كوست، والتكنيكس بتاع المانجمنت اكاونتنج ترجع عليه كامل، هو بيساعدك بالحاجة دي. يلا دي من المشاريع، المشاريع اللي لازم يكون فيها كوست الوكيشن كويس عشان انت تكون عارف موقفك وشكل. اوكي، في اي سؤال ثاني؟ ما في، ما شايفه سؤال ثاني. اعتقد انك انت يعني وفيت كل الاسئله. عندنا ثاني شويه زمن يا شباب. اوكي، يبقى رايت. اوكي، اذا في شويه زمن والله الواحد يحب يعني يتكلم مع الشباب والمحاسبين يجيب شويه. في سؤال يا استاذ عن الانظمه. أيوة. ماذا تتبع، جريد دوري ام مستمر، وكيف اعرف ذلك وايهما افضل؟ بالنسبه للانظمه، الانظمه عندها القدره انها تشتغل لك باي نظام بتاع مخازن انت دايره، بالويتد افريج، بالفيرس ان فيرس اوت، بالانظمه الوير هاوس المختلفه. ماذا تتبع يا واحدة فيها؟ ده هنا بنجي للكونسيستنسي برينسيبل بتاع الاكاونت. حسب نوع الشركه اللي انت قاعد فيها. يعني مثلا اذا انت شغال في مصنع بتاع منتجات غذائيه، ف تتكلم عن الجرد الدوري او مستمر. ايوه اوكي. طيب طبعا الجرد المستمر هو الافضل. الجرد المستمر لانه بوريك الحاله، يعني الانظمه دي هي يعني لايف سيستمز تشتغل اون تايم. حصل ترانزاكشن هسه في الوير هاوس، طوالي ريفلكتد في الوير هاوس بوكس، وريفلكتد برضه في الاكاونتنج بوك، في ناس الماركتنج هناك بريفلكتد، وحاجات كثيره. لانه بيكون بالنسبة للوير هاوس أحيانا أنت بتصل مثلا بتخط مارج معين، إذا أنا البضاعة دي وصلت 20% لازم يطلع بيرشيز أوردر عشان أجيب مواد جديدة، أو 30% حسب حركة السوق، ودي حاجة بحددونها التسويق. أو إذا وصلت حد معين أنا أوقف أشتري منها، ما أشتري أكثر من كده. دي محتاجه لجو لايف سيستم، عشان كده جرد فيها بيكون مستمر، بيكون دوري. الدوري ده معناته انت عندك غابات، عندك فترات ما حيكون عندك فيها جرد لغايه ما تيجي نهايه الشهر او نهايه الاسبوع او نهايه الكوارتر. فحاليا الانظمه جو لايف تشتغل اونلاين، اونلاين يعني اونلاين طوالي، انت بتكون عارف الحاله سكند باي سكند. فالانظمه انت في النهايه بتختار، ممكن لا، ممكن تكون انت شغال في مواد كيميائيه، دائرة المادة الكيميائية تقعد أكثر فترة ممكن لو عدك التمرقة لأسباب فنية، في الحالة تشتغل مثلا بالفيرس إن لاست أوت مثلا، ولو إنه النظام تقريبا الفيرس إن لاست أوت أطلقها حاليا. فده بيعتمد على نوع الصناعة،
اللي انت شغال فيها غير دوري او مستمر. الاثنين ممكن يكونوا كويسات لكن حسب الشركه اللي انت شغال فيها او الاندستري اللي شغال فيها. طيب في سؤال عن مكان الزمالات في السعوديه. السعوديه دي مليان زمالات. في اي مدينه، في اي مدينه في السعوديه تقريبا بالذات المدن الرئيسيه الرياض جده الدمام، يعني جست كليك يعني في الانترنت ممكن تعرف مكان الطاوله بسهوله. هي 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 معاهد خاصه بتدرس الزمالات، معاهد خاصه. بعد ذاك الامتحان حسب نوع الزماله، يعني الزمالات الامريكيه مثلا كلها الامتحان بتاعها يكون اونلاين كويس. الزمالات البريطانيه بيحددوا لها مواقع معينه بيمتحنوا فيها، وذلك برضه الزمالات الامريكيه برضه بيحددوا لها مواقع معينه او معاهد معينه بيتعاملوا معها. اذا عايز مكانه تحديدا في السعوديه بالضبط انا ما عارف بالضبط مكانه، لكن هي متوفره وعندنا زملائنا ولا دفعتنا كميه منهم عملوا زمالات في السعوديه، لانه توفر عندهم الزمن وتوفرت عندهم البيانات بتاعت الانترنت وغيرها. طيب في سؤال اخير هنا حسب معايير الاي اف ار اس، البنود اللي ما بتدخل ضمن تكلفه المخزون. والله يا اخي يعني احنا هسه بس دايرين نتكلم عن الحاجات، ما دايرين نخش في التكنيكال بتاعه المحاسبه، ونتكلم عن المعايير بشكل مفصل ونناقش فيها، لكن احنا لانه هسه عايزين نتكلم اساسا عن الجاب ما بين المعرفه في الجامعه والزول الحاجات اللي بيحتاج لها في مجال العمل. اوكي اذا في اي حاجه ثانيه، لانه انا اللي بتكلم عن باريس ده يعني كله ستاندرد فيه بياخذ مننا زمان. طيب يعني احنا باقي لنا ممكن يكون زي 20 او كم 20 دقيقه عشان نختم. لو عندك اي حاجه اخيره ممكن تقولها في الاثناء دي، لو في سؤال او سؤالين يعني بالكثير ممكن. بالنسبه للناس الخريج جداد، انا في رايي الحاجات المهمه الناس تمشي تزع في مجال الزمالات، ويعني ويا ريت لو الناس بدات الحياه المهمه طلبه. حاليا حضرنا كان سيشن بتاع سي ام اي ستودنت شابتر في جامعه الخرطوم في بزنس، وحاجه ممتازه جدا، ولقيت مجموعه من الطلبه هم اوريدي بدوا يقطعوا شوط في الزمالات وهم طلبه، ويعني كانت يعني منظر بهيج جدا ومفرح انه الشباب بسرعه مشوا في الاتجاه ده. الشعوب حوالينا رغم انه السودان هو الاول اللي دخل في الزمالات، لكن الشعوب حوالينا تطورت اكثر مننا بكثير، يعني احنا يعني بعيدين من باقي الشعوب في الحاجه دي. فالناس تمشي في مجال الزمالات، وعايز تمشي في مجال الزمالات انا في رايي الواحد يعني بي سمارت. الزمالات في عندك الزمالات الاساسيه اللي هي الاي سي سي اي والسي بي اي، الاي سي سي اي البريطانيه والسي بي اي الامريكيه. دي بتاخذ زمنها و تايم كونسيومينج، حقيقه محتاج فريش جرادويت وزول عنده زمن. ديفينيتلي كلكم شطار ما في اثنين ثلاثه، لكن بتاخذ زمن. في ناس بيعملوا شورت كات، في ناس الواحد بيمشي بياخذ مثلا الاي اف ار اس دبلومه بتاعت الاي سي سي هي اف 5 في الاي سي سي ماده واحده، لكن لما تاخذ الدبلومه بتاعت الاي اف ار اس دي بتفتح لك فرصه بتاعت وظيفه. لما تتوظف انت وضعك المادي بيتحسن، بتقدر بعد ذاك تقرا، يعني القرايه بقت محتاجه امكانيات. او ممكن تمشي في مجال السي ام اي، السي ام اي مثلا اتينبل انا في رايي، اي زول قرا بزنس اكاونتنج وتخرج السي ام اي ما مشكله بالنسبه له، ممكن ياخذها بسهوله ويمشي منها بعد ذاك يمشي للزمالات الثانيه. زي ما عامل اخونا بشير كان عنده سيشن اول امس، بدا السي ام اي خلصها ما شاء الله، بعد ذاك حصل له اكزيمشن مش الاي سي سي اي، هسه حاليا بيحضر في الدكتوراه. ف اسمه شنو؟ الناس تمشي في الزمالات، لكن تمشي تحاول
to obtain quick certificates تساعدك في مجال العمل عشان تواصل بعدك قرايتك وانت تكون عندك دخل ماشي كويس. ما تقدر تقعد تبرمج نفسك للقراية بدون شغل. ولو اشتغلت heavy accountant يعني junior accountant ودرجتها صراحة ما حتلقى زمن كثير للقراية. عشان كده الزمالات السريعة اللي بتاخدها بتعمل لك upgrading في الشغل، بتطلعك لمستويات في الإدارة المالية أفضل من junior accountants، بتكون عندك مقدرة على إنك في زمن تقرأ فيه. بالنسبة لخريج اقتصاد هل ممكن يأخذ زمالة محاسبين الأمريكيين؟ ممكن، في موجودين عندنا وجود الرسونة بعدها. وزي ما قلت قبل المحاسبة ما بقت حقت المحاسبين براهم. إحنا كان عندنا جنرال مانيجر ماليزي و ACCA هولدر أكشوالي هو بترول إنجينير، أكشوالي زول خريج هندسة بترول لكن مما تخرج مشى في مجال الأوديت، لأن الأوديت التكنيكال أوديت بسهولة وناس تكنيكال برضه. يلا بقى شوية هو اختلاطه بالمحاسبين مشى وقرا وعمل الزمالة المحاسبية. ما فيها ما فيها ما فيها إشكالية إنه زول غير محاسب يأخذها. في قالك ترنوع محاسب مستفز في تكاليف تذاكرة في الكلية يجيك منهج غير اللي انت ذاكرته. بالنسبة للكوست اكاونتينج لما قلت قبل انه بيدوك المفهوم يجيب لك سؤال بأي طريقة كانت تبع لك تطبق المفهوم حقك. بعدك حسب الأساس يعني في ناس في أساس بيركزوا على منهجية الحل بتوضح انك فاهم، في أساس لا بيركزوا على الحل النهائي لازم يكون صحيح. دي بعد كده انت برضو زي ما في الوظيفه يو هاف تو مانج يور مانجرز، برضو في الجامعه انت محتاج تفهم الاساتذه عشان تحصل على الدرجه المطلوبه. طيب الفرق بين الزماله والماجستير، الفرق بيناتهم كبير. الزماله بروفيشنال سيرتيفيكيت، ونحن هسه بنتكلم عن بروفيشن، نتكلم عن ناس دار يشتغلوا محاسبين ويمشوا في المجال الاداره الماليه. الزماله هي بتمشي في الاتجاه بتاع المهنه. الماجستير هو أكاديمي ديجري، ما معناته ما بكونوا محاسبين بسين ولا كده، لكن الماجستير بيركز في موضوع معين في الماجستير بتاعه. زول مثلا ممكن يحضر في فاينانشال اناليسيس في الماجستير، او يحضر في الديبريسيشن، ممكن يحضر في الكوست الوكيشن، ممكن يحضر في حاجات كثيره. هي درجه علميه في الغالب الناس بيشتغلوا بها في الجامعات في المراكز الاكاديميه. الزمالة هي مهنية بتوديك قدام في سوق العمل كده. الماجستير ممكن في سوق العمل هو ريكوغنايز لكن ما زي الزمالة، لو جبت زمالة بيفضلوك عليه صاحب الماجستير. بالنسبة لل الماجستير المهني، ماجستير مهني هو في النهاية يعني زي الـ MBA مثلا، هو ماجستير مهني يس ديفينيتلي زي ما بقولوا باخذ به في سوق العمل، لكن خد في بالك انه الماجستير في النهايه ممكن يحضروه ناس بروفيشنز مختلفه. الزول اللي بيعمل زماله حتى لو كان بتروليوم انجينير وعمل زماله هو بيجي محاسب، انتهى الموضوع. بالنسبه للمده الزمنيه المحدده للسي ام اي، ما في مده زمنيه. الزمالات دي انت وشطارتك انت واجتهادك، عندهم سيشنز معينه بتاعت امتحانات، ثلاثه فترات في السنه او اربع فترات في السنه، انت في اي وقت جاهز بتسجل بتمشي تنزل تمتحن. امتحنت ما نجحت بتسجل ثاني للسيشن اللي بعده تقرا انت. يعني السي ام اي مثلا والزمالات المختلفه ما في زول بيجي يعني ناس الزماله ذاته ما بقروا. في هنا سنترز كثيره في السودان هنا معروفه حققت نتائج ممتازه جدا جدا، وفي منها ناس استفادوا كثير. يستحسن الزول يلقى له مركز كويس يمشي يخش فيه، وهم بيجهزوك للزمالة. الزمالة عشان تقدر تنجح فيها بيدرسوك أي حاجة، لكن بتحتاج براكتس كثير، تحل امتحانات كثيرة كده أنت ممكن تحصل على الزمالة. طيب فائدة الزمالة شنو؟ كم مواد الزمالة بالنسبة لناس البكالوريوس؟ الزمالة دي يعني لما مثلا تاخذ الـ ACCA انتهى الموضوع هنا. يعني بعد ذاك أنت ممكن
ممكن نقول انت جماعه العلم بتاع المحاسبه كله بعدك ممكن تتخصص في حاجه معينه في الاجتماع. فهي زماله دي يعني بقول لك شنو، اي شركه الليله بتفتح للوظائف بتاعتها قطر بتروليوم ارامكو يقول لك دارين زول عنده زماله، بقول لك دارين زول عنده ماجستير لانه هي زماله مهنيه. والمواد بالنسبه للناس البكالوريوس دي بتعتمد على البرنامج، في برامج عامله اكزيمشنز لبعض الخريجين بعض الجامعات، في زمالات ما بتعمل اكزيمشنز تبدا زي سي ام اي مثلا، انت حتى لو ما قريت جامعه كنت تخش تعمل السي ام اي وش تقرا المواد فهمتها ونجحت اوكي بتبقى عندك زمالة تبقى محاسب. انا صادفني واحد فلبيني قبل كده زول ده من الثانوي قرر يبقى محاسب ومشى في اتجاه الزمالات، عمل الاي سي سي اي وعمل السي بي اي وبقى كونسلتنت كبير، وفي النهايه اخذ العلم يعني الزماله هي بتديك المعلومه كامله. فاي زول تخرج من محاسبه انا في رايي طوال يمشي في مجال الزمالات. الماجستير اوكي ما في اشكاليه مفيد وممكن يساعدك كثير جدا جدا، لكن من ناحيه مهنيه الزماله طبعا افيد. يعني انا بتمنى انه الناس اخواننا الخريجين الجداد ما يضيعوا زمن، اتخرج طوال يحاول يلقى له مكان يتدرب فيه، يحاول يعني يمشي في الاتجاه بتاع انه ياخذ الزمالات السريعه اللي بتساعدك. انت ممكن تقرا لكن التكنيك في القرايه مهم، انك تاخذ زمالات سريعه تساعدك في الوظيفه وتمشي لقدام. الطريق مفتوح، ما في حته في الدنيا ما محتاجه محاسبين كويس، والعالم ماشي متطور والمحاسبه ذاتها ماشي متغيره، يوم في معايير جديده وفي مفاهيم جديده في المحاسبه بتتبني. ليه؟ لانه العلم بيتطور. اتمنى نكون قدمنا حاجه مفيده، وشوف الناس القائمين على المنصه. شكرا يا استاذ جنيد، المحاضره يعني حقيقي ممتعه ومفيده، واتمنى ان الشباب يعني يكونوا لقوا اجابات وافيه لاسئلتهم. انت ما قصرت. شكرا يا كلكم. طلبوا حاجات يعني تعمل لها شير، اتمنى تكون شفتها وانتبهت لها، يعني حنزل لهم الشير ان شاء الله. اوكي. في الحاجات بتاعه الاكسل في فولدرز كده، انا اشوف انسق معاكم الشهيرة لكم كيف، لأنها تقيلة شوية أو بدأ أقابل أستاذ آية هنا ليلة تحاول ترفع عليهم، بتكون مفيدة بالذات في الإكزيل يعني مفيدة. تمام. تمام. شكرا للمرة الثانية، شكرا يا شباب على حضوركم، ونتمنى التوفيق للجميع يعني. شكرا لكم وأتمنى لهم التوفيق جميعا، إن شاء الله نشوفهم يعني في مناصب كبيرة ومحافل كبيرة. ما في حاجة صعبة، بس الناس تعرف الحاجة، ما في حاجة صعبة في السودان وبر السودان، أي حاجة ممكن تتعمل، بس الناس تحاول تجتهد يعني. شكرا لكم كثير. شكرا يا أستاذ، شكرا للشباب كلهم. Have a good night. Good night. مع السلامة.